بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحية طيبة أحبتي. استكمالا لموضوعنا فيما يخص تصميم المناهج وأنظمة التعليم، سنتحدث عن تحليل بيئة التعلم ووصفها. الخيار الثاني أو المنحنى الثاني الذي ندرسه عند عملية التصميم، قلنا في الفيديوهات السابقة بأننا نحاول قدر الإمكان دراسة المناهج السابقة لمعرفة الخلل الموجود فيه، يعني فكرة تقييم الاحتياجات من خلال دراسة المناهج السابقة. أيضا الآن تدخل فكرة تحليل بيئة التعلم ووصفها، ليس فقط يعني هي فكرة تقييم احتياجات، لكن يعني تحليل البيئة التي ستخضع لها عملية التعلم وصف هذه البيئة. هل ستكون بيئة التعلم حاسوبيا كما يحصل الآن بما يعرف بالموك في الموك أو في الأونلاين ليرنينج أو ديستنس ليرنينج، أم ستحصل في مكتب أم محاضرة أم داخل غرفة صفية أم عبر كتاب أو عبر دفتر ملاحظات؟ هذه مهمة جدا، عملية تصميم المنهج فكرة بيئة التعلم ووصفها. لابد لنا من أن نعرف بيئة التعلم وأن نصفها قبل الشروع في عملية بناء المنهج. أيضا هنا لابد أن يذكر مصمم المنهج فكرة دائما في باله أن يضعها، يجب أن لا نصمم منهجا لا يمكن تطبيقه، لا يصمم منهج لا يمكن تطبيقه. يعني المنهج لابد أن يطبق، يعني أحيانا سهل أنك تضع منهج وتضع معه المعلومات، لكن هل يمكن تطبيقه أم لا؟ لابد أن تراعي فكرة التطبيق العملي للمنهج. إذا نأخذ الاعتبارات التالية في عملية بناء المناهج وصياغتها. نقول بداية لابد أن نأخذ مكان تطبيق المنهج في عين الاعتبار، هل هو عبر الإنترنت، هل هو فردي، هل هو داخل جامعة، داخل مدرسة. فلسفة المدرسة أيضا هنا، فلسفة الجامعة أيضا تلعب دورا كبيرا في عملية تصميم المنهج. اعتبارات تقديم المنهج مثل النظام المعرفي في البلد أو المدرسة أيضا، أحيانا المعلومات، سياق المعلومات يختلف من بلد لأخرى بحسب طبيعة البلد وبحسب الأفكار الموجودة داخل هذا البلد دون غيرها. أيضا لابد عند تطبيق المنهج أن ندرس أيضا أو نأخذ بعين الاعتبار الموارد المتاحة، سواء الموارد المالية أو البشرية. يعني أنت مثلا تستطيع أن تذهب أن تصمم منهجا إلكتروني لبلد في أفريقيا لا يوجد هناك الكثير من عمليات الولوج على الإنترنت، وتطلب الطلاب والمدارس أن يتبنوا أن يعملوا عليه. إذا الموارد الموجودة هنا موارد مالية أو بشرية، هل مثلا عندك معلمين أو عندك ناس أكفاء قادرين على الإشراف على هذا المنهج الذي صممته؟ هذه تؤخذ أيضا بعين الاعتبار. ملائمة البيئة لاحتياجات المنهج والتعلم كما تحدثنا، وتقريبا تشبه النقطة التي في الأعلى كما تحدثت عن مثال أفريقيا، ملائمة البيئة، هل هناك وجود الإنترنت إذا كان المنهاج إلكتروني؟ هل هناك عملية تقييم دائما بعد أخذ المعلومات أم أنها ستكون فقط مجرد أخذ للمعلومات؟ هذه كلها تؤخذ بعين الاعتبار كما أكدت في عملية تصميم المنهج. إذا يستخدم المصمم فكرة الزيارات الميدانية والمقابلات والملاحظات، يعني الطريقة التقليدية لمحاولة أخذ هذه بعين الاعتبار. يستخدم هذه الأفكار، الزيارة الميدانية والمقابلات والملاحظات الخاصة لتمييز هذه النقاط الأربع التي تحدثت عنها. أيضا من هم المتعلمين؟ لابد أيضا يسأل نفسه من هم المتعلمين، يعني جنسهم وأعمارهم، لابد أن يعرف جنسهم وأعمارهم وخلفياتهم التربوية والعرقية وحالتهم النفسية. تساعد هذه النقاط على معرفة محتوى المنهج ونقطة الابتداء. طبعا أنا هنا طبعا كما تحدثت في الفيديو السابق، مصمم المنهج لابد أن يضع مخافة الله قبل البدء في بداية أو في بداية تصميم المنهج، لأنه هنا طبعا هنا أنا أتحدث عن النظرة الغربية لعملية تصميم المنهج. هنا طبعا نحن بما أننا نحن مستوردون للعلوم في العالم العربي وللتقنيات، فلا بد لنا من أن نراعي مثلا هنا أعمارهم،
جنسهم المواضيع اللي ستتحدث فيها مع المتعلمين، أعمارهم، مثلا أنا أعطي معلومات أكبر من أعمارهم وأصغر من أعمارهم، خلفياتهم التربوية والعرقية، ما أخذوه سابقا، العرقية حتى لا أطعن في مثلا في عرقهم أو أضع كما يقال ستيريوتايبينج حول هذا العرق دون غيره. حالتهم النفسية، المجتمعات التي خرجت من حروب أو من أزمات دولية مثلا، لأن يعني كل هذا يجب أن يوضع بعين الاعتبار، تساعد هذه النقاط على معرفة محتوى المنهج ونقطة الابتداء ونقطة الانتهاء. إذا يوجد هنا 4 محاور رئيسية في هذا المجال. نقول الحالة الذهنية والعقلية للمتعلمين، أعتذر، عندي الحالة الجسدية، عندي المؤثرات على أفكار المتعلمين ونفسياتهم، وعندي أيضا عندي الاجتماعية، الحالة الاجتماعية للمتعلمين وطبيعتهم. إذا يوجد هنا عندي أنا التطابق في المتعلمين والاختلافات في المتعلمين. في حال كانت مستقرة فإن عندي سعة الإدراك ومعالجة المعلومات وغايات التعلم، وهذه كلها تكون متطابقة في المتعلمين، ولكن الاختلافات تكون في المعرفة وفي الحالة النفسية، واختلافات عرقية وجنسية، هذه كلها تؤخذ بعين الاعتبار. لكن إذا كانت الحالة متغيرة فهناك تطابق فكريا ولغويا وجسديا، ولكن الاختلافات تكون في الناحية الفكرية بشكل أكبر. يعني يوجد بعض التطابق في النمط في التفكير أو في النمط الفكري وبعض الاختلافات فيه، أما في اللغة تبقى كما هي. وغالبا الحالة الجسدية للمتعلمين إذا كانوا في نفس الأعمار تكون متطابقة. إذا هنا أؤكد مرة أخرى، غالبا على الاستقرار هي سعة الإدراك يكون دائما متطابق لديهم، معالجة المعلومات تقريبا متطابقة، غايات التعلم أيضا متطابقة، الاختلافات تكون فقط اختلافات موجودة أصلا معرفية ونفسية وعرقية وجنسية. لكن في الحالات المتغيرة فنجد التطابق موجود في اللغوي والجسدي، ولكنه مختلف في الناحية الفكرية. إذا في هذا الفيديو أحبتي تعرفنا إلى المتعلمين، تعرفنا إلى تحليل بيئة التعلم ووصفها، وتحدثنا أيضا من هم المتعلمين والمحاور التي تؤخذ بعين الاعتبار عند التصميم، وتحدثنا عن التطابق والاختلاف في الحالات المستقرة والمتغيرة للمتعلمين. أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم. لا تبخل علي بالشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة. مرة أخرى شكرا لكم، والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.